لقي شاب يبلغ من العمر 31 عاما من قريه شقيب السلام مصرعه في حادث انقلاب دباب في منطقه النقب وفتحت الشرطه الاسرائيليه ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث ومنذ مطلع العام الجاري اظهرت معطيات سلطه الامان على الطرق في البلاد ان 315 شخصا بينهم 92 عربيا لقوا مصرعهم في حوادث الطرق.